القاعدة الرابعة والأخيرة. الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان الشرك عندهم في السراء. أما عند الشدة كانوا يخلصون لله سبحانه وتعالى. وبعض أهل الشرك في زماننا اليوم صنعوا ما لم يصنع الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. عند الشدة يشركون خلافا لما كان عن الكفار. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. نعم.